بدأت مدينة الغردقة تفعيل مبادرة رئاسية 100 مليون شجرة، حيث وزع قسم الزراعة 100 شتلة على المواطنين مجانا. وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر اللواء إيهاب شنن أن المبادرة الرئاسية تستهدف زيادة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين في ظل تأثير التغيرات المناخية التي يواجهها العالم. وزعنا الجهات كتير قوي، وكنا حريصين ان احنا نستقبل الزرعة اول ما جت من السفر، علشان الزرعة بتبقى مرهقة من السفر، فحطيناها على طول في البيئة بتاعتها اللي نقدر نقويها تاني، ووزعنا للناس بسرعة علشان ما يحصلش ذبول للشتلات. المشروع كبير جدا، وهيخضر محافظة البحر الاحمر كلها ان شاء الله. هي المبادرة دي كويسة، بنعمل اشجار فاكهة في المناطق هنا، منطقة يعتبر صحراوية، ونيجي مثلا المواطن اللي بيجي يستلم بنعرفه كيفية الزراعة ونوع الصيّر اللي واخدها، تمام، ونوع مثلا ده الرعاية هزرعها ازاي وتابعها ازاي كم ريه في الأسبوع.